تعزيز التعاون في مجال النقل بين المغرب ولبنان وبين المغرب وماليزيا كان محور لقاءات جرت أمس على هامش أشغال الدورة 28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني التي انعقدت على مدى يومين بالرباط. مريم بنزكري ومحمد توانينا. سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل بين المغرب ولبنان هو أهم محور ركز عليه هذا اللقاء. لقاء يثمن تطوير التعاون في مجال قطاع النقل الجوي والبحري بين البلدين. اغتنتنا الفرصة ديال هذه الزيارة اللي كانت متعلقة بالجمعية العربية للطيران المدني باش نعملوا هذه الوقفة هذه ونتفقوا على تعزيز التعاون بين بلدان، واخترنا نعملوا خاصة في مجال إعادة الربط ديال الطيران بين البلدان، ثم نتبحثوا إن شاء الله في موضوع النقل البحري والتعاون بين الموانئ. ناقشنا مع علي سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل ما بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية من خلال تسيير رحلات الطيران ما بين مطار رفيق الحريري الدولي بيروت والمطارات في المملكة المغربية مطار الرباط. أضف إلى ذلك ناقشنا موضوع قطاع النقل البحري. في لقاء مماثل جمع وزير النقل واللوجستيك المغربي مع نائب وزير النقل الماليزي تناول أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل. تطرقنا لمواضيع مهمة تخص قطاع النقل ونتمنى العمل سويا لتطوير القطاع في كلا البلدين. وجرت هذه المباحثات على هامش الدورة 28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني التي انعقدت بالرباط.